أكد مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد مصطفى أن التشريع الذي أصدره الكنيسة الإسرائيلية بحظر وكالة أونروا بداية لمخطط التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية. وخلال كلماته باجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين لبحث الرد العربي على قرار إسرائيل حظر أنشطة الأونروا، أكد مصطفى أن هذا القرار هو جزء من سلسلة متتالية من الانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. أدان جمهورية مصر العربية التشريع الذي أصدره الكنيسة الإسرائيلي بحظر عمل الوكالة الأنوى، وهو ما ينظر في تقديرنا بتكبيل يد الأطراف المانحة ويحد من قدرة المجتمع الدولي على تقديم الدعم للمواطنين الفلسطينيين، وهي بداية واضحة لاستكمال مخطط التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية. إن جمهورية مصر العربية تنظر إلى تلك الخطوة الإسرائيلية باعتبارها جزءا ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات المتتالية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بل وتعكس استخفافا بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي برمته، المجتمع الدولي الذي عبر أغلبيته خلال الأيام الماضية عن استنكاره للخطوة الإسرائيلية.